السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم النهاردة إن شاء الله نكمل الدرس الرابع، وهو بعنوان يوم لا ينسى. ده من دروس الوحدة الثالثة يا أولاد معايا كده في الدرس. من أول الدرس كده نقرأ قراءة سريعة كده، وركز معايا في القراءة معايا على الشاشة. لم أحكي شيئا لزملائي عن فاطمة، وقررت أن أنتظر ما سيحدث في منتصف الأسبوع التالي. دخلت المعلمة كاميليا إلى الفصل، قالت: يسعدني أن أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي بعد غد في صحبة والدتها إلى المدرسة. أنتم لا تعرفون أنها مريضة ومقيمة منذ فترة بإحدى المستشفيات، وقد اتصل بها الطبيب المعالج وتم ترتيب كل شيء لهذه الزيارة، فماذا يمكن أن نفعل له؟ قال سامح فرحا: سوف نكون جميعا في استقبالها، ويمكننا أن نزين الفصل بشرائط ملونة. طيب معايا كده أولاد في الجزئية دي، نبدأ نطلع مع بعض معاني الكلمات. بقول لم أحكي، أي لم أقص أو أتحدث شيء لزملائي، مفردها زميل، عن فاطمة. طبعا لو قال لي أعرب كلمة فاطمة قبلها حرف جر، أهو حرف من حروف الجر، يبقى فاطمة اسم ايه؟ برافو عليك، اسم مجرور وعلامة جره الايه؟ الكسر. وقررت أن أنتظر ما سيحدث، قررت أن أنتظر، يعني هنا معايا اللي هي قررت أن تنتظر ما سيحدث، هي أصرت وأقامت، أصرت وأقامت على هذا الايه؟ الفعل، ونوت أن تنتظر ما سيحدث في منتصف الأسبوع التالي. قلنا طبعا زي ما خدنا قبل كده التالي مضاده لإيه؟ السابق. دخلت المعلمة كاميليا إلى الفصل، جمع فصل فصول. قالت: يسعدني، أي يفرحني، والمضاد يحزنني، أن أخبركم أن زميلتكم فاطمة ستأتي، أي ستحضر، ماشي، والمضاد ستذهب بعد غد، ماشي، بعد بكرة يعني. طيب في صحبة، أي برفقة، والمضاد رفق عداوة، والدتها إلى المدرسة، جمع مدرسة مدارس. أنتم لا تعرفون أنها مريضة ومقيمة ساكنة، والمضاد راحلة، منذ فترة، جمع فترة فترات، بإحدى المستشفيات، جمع إحدى إحدايات المستشفيات. وقد اتصل به الطبيب المعالج أي المداوي، وتم ترتيب كل شيء لهذه الزيارة، فماذا يمكن أن نفعل لها؟ طبعا قال سامح ايه؟ فرح. نركز بقى في مقولة كل واحد عشان تيجي في الأسئلة يا أولاد، وبيذكر لي ماذا قال سامح، ونعرف الأصدقاء اللي تحدثوا في هذا الدرس. سوف نكون جميعا في استقبالها، ويمكننا أن نزين، نجمل، والمضاد مقبح، الفصل بشرائط ملونة. شرائط مفردها ايه؟ مفردها شريط. طيب هنا نزين ايه؟ الفصل بشرائط، ماشي، ملونة. طيب أول سؤال: بما أخبرت المعلمة تلميذاتها؟ إن هي أخبرتهم أن زميلتهم فاطمة سوف تأتي بعد إيه؟ غد، في صحبة مين؟ والدتها إلى المدرسة. وهذا هو السؤال: ما الذي كان لا يعرفه زملاء فاطمة عنها؟ أنها كانت إيه؟ مريضة، وجالسة فين؟ في المستشفى. كيف سيتم تجهيز الفصل كما قال سامح؟ نفس السؤال ده هيجينا على الأصدقاء التانيين اللي هيجوا في جزئية تانية إن شاء الله. كل واحد له مقولة معينة لازم أعرفها لازم أعرفها وأحفظها كويس عشان أبقى عارف كل واحد قال إيه. سامح قال هنا: سوف نكون جميعا في استقبالها، وقال يمكن أن برضه نزين الفصل بشرائط ملونة. طيب معايا في جزئية تانية، وأضاف أحمد، خلي بالنا أحمد بقى هيتكلم: يمكننا كذلك أن نكتب لوحة ترحيب بها لتراها وهي تدخل الفصل. وقلت: أنا أشعر بسعادة غامرة، إنها فرصة رائعة لنظهر لها مدى حبنا. أجابت المعلمة، طبعا كاميليا: هذه مشاعر طيبة، علينا بتزيين الفصل. لقد أخبرني طبيبها المعالج أن زيارتها لنا سيكون لها أثر بالغ في علاجها. في اليوم التالي أصبح الفصل يشبه لوحة جميلة تملأها الألوان الزاهية والشرائط الملونة، كما كتبنا لوحة ترحيب بفاطمة: أهلا بك يا فاطمة في فصلك، واتفقنا مع المعلمة على أمر آخر. طيب إذا
أضاف أحمد أي زاد أن نكتب لوحة ترحيب استقبال لتراها أي تشاهدها وهي تدخل الفصل، وقلت أنا أشعر أي أحس، والمضاد أتبلد، بسعادة أي بفرحة، والمضاد بحزن، غامرة أي شديدة، والمضاد ضعيفة، أنها فرصة جمع فرصة فرص، رائعة لنظهر لها مدى جمع مدى أمداء، مدى حب مشاعر أحاسيس، مدى حبنا. أجابت المعلمة هذه مشاعر أحاسيس طيبة، علينا بتزيين الفصل تجميل. قلناها قبل كده، لقد أخبرني طبيبها المعالج المداوي أن زيارتها لنا سيكون لها أثر، سوف يكون لها أثر أي مفعول بالغ أي شديد في إيه؟ في علاجها. طيب في اليوم التالي أصبح الفصل إيه؟ عشان هيجي لها سؤال، أصبح الفصل إيه؟ يشبه بلوحة جميلة تملأها الألوان الزاهية المشرقة البراقة والمضاد الباهتة والشرارة الملونة، وكتبوا لوحة ترحيب أهلا بك يا فاطمة، أهلا كلمة إيه؟ ترحيب. طيب ماذا اقترح أحمد؟ نكتب لوحة ترحيب بها. طيب بما أخبر الطبيب المعالج أن زيارتها سوف تكون لها أثر إيه؟ بالغ في علاجها. طيب بعد كده كيف أصبح الفصل بعد تزيينه؟ بلوحة فنية. أصبح الفصل لوحة إيه؟ لوحة فنية. طيب بعد كده على ما اتفق التلاميذ مع المعلمة اللي هم يكتبوا لوحة إيه؟ مع المعلمة على أمر آخر، إن هم يكتبوا لوحة ترحيب، والأمر الآخر في الفقرة الثانية إن شاء الله سوف نتحدث عنها في الحصة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.